قناة لمسات لتوثيق الشعر الشعبي. شكرا جزيلا للإعلامي محمد صباح العابدي على هذه الكلمة. سادة الأكارم، سننقل لكم على الهواء مباشرة وقاع منطف الحسين من خلال قناة المنصة والتي تبث عبر أمر بني هاشم وعلى التردد لباقل العباس شف واحد وعين شاف إن ملك الموت يوصل للحسين. إلى كل من قال إن الجبال توجد في شمال العراق فقط أقول كلا وألف كلا، بل يوجد جبل شامخ في محافظة الديوانية وتحديدا في قضاء الشامية، الشاعر الكبير قاسم الياسري، فليتفضل مشكورا ومشفوعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كما أصد لحضرتك تخلي الأشواق الهوفة طبليك الهوفة طبليك حسين دلالي أبد ما يحمل غراك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسمكم وباسم هيئة ضامن الغزال نتقدم بالترحيب بضيفنا الأعزاء الأستاذ صادق العابدي من الكوت والزملاء الشعراء الأستاذ حسن علوان من الشبرة والأستاذ حسين الحبتري من الناصرية والأستاذ حيدر الشباني من المشخاط والأستاذ حسام الحمزاوي من المدحتية والأستاذ غسان الركابي من عفك وأحمد العسكري من الديوانية. كما أشكر قناة لمسات التي توثق لهذا المهرجان. على أعتاب تحرير الحويجة وإلى مجاهدي الفنادق أقول سد باب المدلة وفك لغيرك باب، سد باب المدلة وفك لغيرك باب، رد ولا تغلط تمشي بدرب مسدود، خشب تابوت كرسيك يشيلك موت، الشرف ما سجلك من قدم الموجود، يفسد قصتك ما مر نزيز العيب بيها وجب ضميرك بول الصيهود، تدور عين غيرك لالتفق نيشان وعيونك تدور بالملاهي جنود، اذا ثوب المراجل ما يصير عليك قل بياولي تقدر تقود جنود، وانت عيون راسك تقلب من الخوف ويلزمك صرع من ريحة البارود. الشمس قطعة حجر وغلافها تراب، بس في العين الجاب صبواها ومنتشر الكواكب بالملايين ولا كوكب وصل حد مستواها، وانت بين ناسك هتشي احيد شف للغانمة ومحد لواها، يا اعظم فقير وخيرك يفير من اركان الارض هي وسماها، ويظل اسمك على الكل دولة دستور اذا رادت عدل في محتواها، لا همش على اسمك قاضي تحقيق ولا حالة وملفك للنزاهة. والى الامام الحسين عليه السلام كلمات الجرح دم والنزف ترتيل وعيون المبادئ والعقيدة لسان، خط درب الخلود من الشهادة يصير مبعث للحياة وصوت للإيمان، وهذا تجسد براسك يا ابو السجاد ينزف على الرمح ويرتل القرآن، ينزف على الرمح نور ويفي ضايات ويرتل براءة وسورة الرحمن، يا مركز ثقل وازن جميع الكون وتضاريس العراق تأكد البرهان، حط الله الجبال على الشمال عيار دقت قبتك وتعلق الميزان، ويا من لا وصف يرقالك ويحويك ويا من لا كلامي يصوغ لك عنوان،
يا فوق التصور. يوم لك مشهود، يوم ما تكرر في مدى الأزمان. يومك ضر مستورد شعب مظلوم، يومك ضر رحم ينجب لحد الآن. يومك ضر رحم وآخر مخاض اليوم، مئات على الولاية تقدم البرهان. طف الكربلة وبالكاظمية طفوف، وطف دم وشهادة بغرب باكستان. بنوبة ساد من دون صحن كسور، من رادة تفجرك بذرة الشيطان. ولسال الزمن شاهد وفى العباس، مد لك شب ضريح يقاوم العدوان. ومدروح الصحن من دون صحن كسور، واعرف بالمناية دور زوج رعان. وشكرا.